السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله نقدم واحد الموضوع بناء على طلبكم، وهو واحد السيد اتصل بيا في لي كومونتير وقال لي باللي راه عنده البرغوث في الارانب ديالو. انا جاوبته وعطيته الحل وقلت انني عندي لكم هذا الفيديو باش نوضح الامور بالنسبه لهذا الموضوع، انه كيقول هذا السيد باللي ان البرغوث كاين عنده في الارانب ديالو. في الحقيقه الارانب ما كيجيهمش البرغوث تماما، ما كاينش كلمه برغوث في الارانب. كاينين امراض يجيهم بزاف، كاين يعني انا بحثت في هذه القضيه هذه، انا ما عنديش هذا المشكل هذا، وسولت الناس اللي عندهم درايه بهذا الموضوع، ان واش الارانب كيجيهم البرغوث. المشكل فين كيكون ماشي في الارانب، ولكن اما عند هذا السيد اللي عنده البرغوث اللي وصل حتى الارانب، راه مشكل، لان البرغوث خايب ملي كيجي الحيوانات. البرغوث الاساس ديالو كيكون فين؟ كيكون في القطط والكلاب اعزكم الله. وكيفاش كيجي؟ كيجي من الفضلات ديالهم. الفضلات ديالهم الا مشاو تبقاو كيتمرغدوا في الفضلات ديالهم، عاد كيجيهم ما يسمى بالبرغوث. اذا ما هو الحل الى كان عندنا البرغوث اما في الارانب ديالنا او في الحيوانات ديالنا؟ ما هو الحل؟ الحل وهو كالتالي. اذا الحل هو كاين ثلاثه ديال العناصر، كاين الماء، يكون واحد السطل ديال الماء، وكاين اذا العنصر الثاني وهو مسحوق ديال الغسيل. ماشي من لابد ما تكون هذه العلامه التجاريه، وانما اي علامه تجاريه المهم انه يكون مسحوق ديال التصبين. هذا هو العنصر الثاني. والعنصر الثالث هو كما كتشوفوا معايا الرماد. الرماد وهو ملي كيكون عندكم شي مجمر بحال هذا وكديروا فيه يعني الفاخر وكتشويو به، كيبقى هاد الرماد هو داير بحال هكا. هاد الرماد هذا راه رماد، هذا هو العنصر الاساسي اللي كيحيد هذا المشكل ديال البرغوث. اذا الطريقه هي كالتالي. اول حاجه كنجيبوا سطل ديال الماء ويكون متناسق بحال الطريق بحال هذا السطل هذا، انتم كما كتشوفوا. وكاين التيد، ديروا واحد الكميه ديال التيد بهذه الطريقه. يعني وكتخلطوا بهذه الطريقه هذه حتى يطلق الرغوه ديالو مزيان. انتما راه دابا طالق هاد الكشكوشه هذه، هاد الرغوه هذه راه مفيده بزاف. الثالث عنصر وهو الرماد. هاد الرماد ضروري انكم تجيبوا هاد التفرسيت اللي كيكون فيه، تاخذوا واحد الكميه هكا هكا حفنه هكا، وغادي نديروها في السطل ديال الماء. اذا بهذه الطريقه غادي نديروا هاد الكميه. لاحظوا ان من درنا سمو دار طلق واحد الصوت، يعني هذا الرماد راه عنده واحد المفعول، ثم كما كتشوفوا كيتخلط معاه. هذه راه طريقة مجربة من عند الناس القدام، هما اللي يعني انا سولت. كاين دواء ديال البرغوث عادي، كاين دواء في الفرماسيان وتا هو فعال، ولكن هذه الطريقة هذه كانوا كيستعملوها الناس القدماء أكثرية في الدجاج. يعني أي حيوان مصاب بالبرغوث هذه الطريقة هي الطريقة المثلى، يعني كتخلطوا هذا الشيء، هذا الخليط كله كيتخلط، هانتوما. وما عليكم إلا تجيبوا الأرنب ديالكم وكتغطسوه في هذا المحلول هذا، يعني غير كيتغطس هذاك البرغوث كله ملي كيشوف هذا المحلول هذا جاه كله، يعني كيولي البرغوث كله كيبقى في هذا المحلول، كيبقى في هذا الماء هذا. ما يمكنش انه الى تغطس الارنب بهذه الطريقه بحال هكا انه يطلع وباقي فيه البرغوث والو. هذا المحلول هذا راه بحال اللي نقولوا واحد لاسيد اللي كيذوب هذاك البرغوث، وذاك البرغوث راه كيبقى في هذا الماء. يعني هذا الماء حاولوا انكم تحفروا واحد الحفره مثلا
وتكبوا فيها، لان هاد 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 وتبعدوا على الدار ديالكم، ماشي ديروه قريب للدار ديالكم، لان هاد المحلول هذا كيبقى فيه هذاك البرغوث. يعني ما حاولوا انكم ما تقيسوش بيديكم، يعني ديروا واحد الليغات، الليغات طبيه ما غاليينش بزاف، شي كيديروا شي 3 دراهم ولا، ركبوهم في اليد ديالكم. ما كانش ديروا مثلا غير ميكا، واحد الميكا تخشيو فيها اليدين ديالكم، ومنين تغطسوا الارنب هكا تحاولوا تغطسوه كامل، يعني تيبقى غير الراس ديالو، الاكثريه الاذنين ديالو، العينين هذوك حاولوا ما تقربوا لهمش، ولكن الارنب كامل كيتغطس باكمله في هذا المحلول هذا. كيبقى واحد نقولوا 5 دقائق، ديروا واحد كرونو قدامكم وخليه واحد 5 دقائق، منين تشوفوه صافي يعني داكشي المكونات بدات كتخدم، لان البرغوث غادي تشوفوه قدام عينيكم، لان غادي تلقاو واحد الحشره طالعه فوق 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 هذا المحلول هذا. حاولوا غير ما تقيسوش بيديكم، لان غادي 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 تلقاوه فيه. العنصر الرئيسي وهو في العمليه هو الرماد. الرماد راه شي حاجه اللي معجزه في الحقيقه. انا التجربه دارها لي واحد السيد قدام عيني، بصح دارها في الدجاج هو، يعني راقبنا ان هذا البرغوث ما كيبقاش بتاتا. كنظن ان الفكره وصلتكم. اذا 3 العناصر هو ماء، السطل مملوء بالماء، تيد، حنا كنقولوا تيد ولكن هو في الحقيقه مسحوق، كيما بغى يكون مسحوق، اما كاع جميع المساحيق كدير واحد الكميه مسحوق للغسيل، اللي هو عباره عن غبره، كديروا واحد الكميه شحال ما كانت هذيك الكميه، غير المهم انها ترغوي بحال هذا الرغوه بحال هكا. منين ترغوي حاولوا ديروا واحد الكميه ديال الرماد، تخلطوا الخليط كامل وتحطوا تغطسوا الارنب او الدجاج او اي حيوان فيه، او مثلا الكلاب ديروا حتى هو واحد البانيو كبير، حتى هو الناس اللي عندهم شي كلب وتصاب بالبرغوث حتى هو تخدم، القطط كذلك. المهم ان الوصفه راها مجربه. الناس اللي عندهم البرغوث ما يبقاوش يخافوا من البرغوث، ان شاء الله هذا هو الدواء ديالو، يعني وصفه مجربه. الحلقه ديالنا راه سالات، تشاركوا معنا في القناه وتكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.